أهلا بكم من جديد. بين كييف وموسكو خلافات عميقة تمنع التوصل إلى اتفاق ينهي الحرب ويطوي صفحة أكثر من شهرين من الدمار الذي طال عموم الأراضي الأوكرانية، لكن مع ذلك تستمر المفاوضات. وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف شن مؤخرا هجمة دبلوماسية على الغرب وقال إنهم يضغطون على كييف لعدم التوصل إلى اتفاق مع موسكو، كاشفا في الوقت نفسه أن الطرفين يعملان على معاهدة سلام محتملة. لكن رغم ذلك يرى الوزير الروسي أن الجانب الأوكراني تخلى عن كثير من التزاماته الشفهية التي قدمها في لقاء اسطنبول بين لافروف وكوليبا، وهذا ما لم تذكره كييف التي قالت إن المفاوضات بعد لقاء تركيا تعقدت بشكل كبير. تعلم أوكرانيا صعوبة الموقف إذن، فتذهب إلى توسيع دائرة الدول الضامنة وتطرق أبواب الصين التي تدرس بالتالي الطلب من دون أن تقدم جوابا نهائيا بشأنه، بينما تقول ألمانيا أنها مستعدة لتكون ضامنا أمنيا لكييف، وبينما تقدم برلين نفسها ضامنا تواصل العواصم الغربية دعم كييف. فقد أكد رئيس مجلس الوزراء البريطاني أنه ملتزم أكثر من أي وقت مضى بدعم أوكرانيا من خلال المساعدات العسكرية، فيما أرسلت واشنطن رئيسة مجلس النواب الأمريكي نانسي بولوسي للقاء الرئيس الأوكراني. وللمزيد حول هذا الموضوع ينضم إلي من كييف عبر سكايب السيد يافهين ميكيتينكو نائب وزير الخارجية الأوكراني وسفير فوق العادة سابقا. أهلا بك معنا. سأبدأ معك بهذه التصريحات الروسية الأوكرانية الرسمية المتضاربة، يعني يتحدث لافروف اليوم عن تفاوض على معاهدات سلام محتملة تشمل رفع العقوبات بينما ينفي الجانب الأوكراني. نود أن نفهم حقيقة ما يجري، من المعرقل؟ هل فعلا ما تقول روسيا أنه الغرب يضغط على أوكرانيا بأن لا تقبل بأي حلول مع الجانب الروسي أمر صحيح؟ أهلا وسهلا، صوتي واضح؟ نعم واضح صوتك. تحية طيبة من عاصمة أوكرانيا مدينة كييف، وتهانينا لكل المسلمين بعيد الفطر المبارك. شكرا لك. إن شاء الله. إذن سؤالك عن مفاوضات الأوكرانية الروسية بواسطة وبالمساعدة من تركيا، صحيح أم لا؟ صحيح. المفاوضات تستمر. وفق لمعلومات الموجودة عندنا، المفاوضات تستمر تقريبا كل يوم بواسطة سكايب وبواسطة يعني أجهزة مختلفة، ولكن للأسف الشديد ما تمت لقاءات يعني حية بين مشاركي. السبب والله مش معروف بالضبط. نعم، ولكن الرئيس زيلينسكي قال إنه هذه المفاوضات متوقفة ولا جديد في هذه المفاوضات. للأسف الشديد ما في شيء جديد بهذه المفاوضات، ولكن إذا واحد يعني غير منحاز سيشهد بأن على سبيل المثال عندما هاجمت روسيا أوكرانيا يعني كانت طالب من طلبات أن تكون أوكرانيا دولة محايدة، لن تنضم مثلا إلى حلف أطلسي ناتو، حلف أطلسي، ولكن بالصدفة ومش بالصدفة جيران روسيا على سبيل المثال فنلندا والسويدن سويد بعد هجوم روسيا لأوكرانيا اتخذوا قرار في برلمان بانضمام إلى حلف أطلسي، وهذا يعني بأن روسيا سوف تحصل إضافيا على 1200 كيلومتر من حدود مع حلف ناتو، هاي حدود مع فنلندا. نعم. هناك حدود بحرية، حدود على البر، وحدود حتى بأنهر وبالبحيرات. شيء يعني مذهل جدا. طيب سيد يافهين، برأيك هذه المفاوضات يعني ما السيناريو اللي يجب أن يحصل كي يكسر الجمود اللي مسيطر على مسار هذه المفاوضات؟ وبرأيك هل من الممكن أن يقدم أحد الطرفين، أو تحديدا يعني دعنا نتحدث عن الجانب الأوكراني، أي تنازل؟ لأنه لازال متمسك بكل مواقفه الرئيس زيلينسكي.
دائما مفاوضات مش بسيطة خصيصا بهاي الظروف. نحن اليوم في يوم 67 من حرب الحرة، أنا أسميها حرب الحرة، لما بدأت في 64 فبراير 24 فبراير. ولكن صراحة أوكرانيا تعيش السنة الثامنة في ظروف الحرب، لأن في شرق أوكرانيا في مساحة تقريبا 20,000 كيلومتر مربع، هاي تقريبا مساحة شبه جزيرة قرم، تتصوري؟ الحرب مستمرة للأسف الشديد. طيب سيد يفهين، خلينا نحن لا مش ممكن أن نتدخل من برا إلى سير المفاوضات. أنا أتذكر تماما كان واحد وزير خارجية في زمان الاتحاد السوفيتي سيد أدوارد شيفرنادزي، وهو كان يشارك في مفاوضات السلام بين العراق وإيران. أنا أتذكر لقاءاته ومحادثاته، فهو دائما كان يتكرر بأن سنة من مفاوضات أحسن من يوم واحد من الحرب. شفت كيف؟ فنحن لا نزال متفائلين. طيب سيد يفهين، اليوم يبدو أنه في تحرك دبلوماسي غربي باتجاه كييف، ويعني في زيارات رسمية يعني نحو كييف. برأيك ما الدعم اللي يقدمه هؤلاء المسؤولون الغربيون لكييف، وهل هذا الدعم كاف برأيك؟ أنا بودي قبل كل شيء إلى مجيء لكييف، زيارة كييف سيد غوتيريش أمين العام للأمم المتحدة. وامبارح واليوم نحن لدينا نتائج الى حد ما ايجابيه جدا من زيارته لاوكرانيا. عندما بدات امبارح واليوم اجلاء الاخلاء المدنيين من مدينه اوكرانيه ماريوبول اللي كانت في حصار اكثر من 60 يوم. وفق المعلومات الوارده الان هناك اكثر من 100 مواطن مدنيين الأوكران خرجوا من مدينة ماريوبول، والإخلاء المدنيين مستمر إن شاء الله يستمر حتى النهاية. نعم. طيب ماذا عن هذه هذه المحادثات اللي جارية بوساطة تركية؟ هل توقفت؟ هل يعني في أمل أن تحقق شيئا في المستقبل القريب أم لا ترى فيها والله أمل؟ نحن متفائلين، أنا شخصيا متفائل، ولكن لازم نأخذ بعين الاعتبار بأن الآن عياد في دول مسلمة، هناك السبت والأحد هناك زيارات مختلفة إلى أوكرانيا. على سبيل المثال امبارح كانت زيارة مهمة للسيدة بالاسي، وهي منحت على فكرة رئيس أوكرانيا منحها بأعلى وسام الأوكراني لمساندة ولعملها في تقوية العلاقات الأمريكية الأوكرانية، بما في ذلك تصويت في مجلس الشيوخ الأمريكي. كان تصويت إيجابي جدا لأوكرانيا، وإن شاء الله قريبا سيد الرئيس الأمريكي سيد بايدن سيوقع على قانون الجديد، قانون لاند ليز، يعني نحن نستورد وسنستأجر أسلحة مختلفة نحن في حاجة إليها. طيب سيد يفهين، على الأرض المعارك لازالت مستمرة بعزم روسي للسيطرة على المنطقة الشرقية تماما. برأيك ما مصير هذه المنطقة؟ هل سيتكرر نفس السيناريو اللي حدث بجزيرة القرم؟ هناك لم يتكرر سيناريو جزيرة القرم أبدا، ولهذا السبب أنتم شايفين بأن الروس كانوا بيودوا أن يحتلوا على أقل نص أوكرانيا، وأن يحتلوا عاصمة أوكرانية كييف خلال 24 أو أكثر شيء خلال 3 أيام وليالي. اليوم يوم 67 للحرب مستمر،
والروس تقدم الروس بطيء جدا بطيء جدا. وأخبار ولكنهم اللي سيطروا على بتاعتي مناطق استراتيجية، نتحدث عن ماريوبل اللي تقع في جنوب أوكرانيا، وكذلك في خيرسون. خيرسون نعم، إلى حد ما حتى خيرسون اليوم يزعمون بأن خيرسون سوف تستعمل العملة الروسية ابتداء من اليوم، ولكن هذا لسه مش صحيح. أما مدينة ماريوبول نعم، هناك تقريبا 80% أو حتى أكثر شوية من المدينة الآن محتلة، ولكن لا تزال الجنود والضباط الأوكران موجودين في مصنع أزوستال، مصنع كبيرة جدا. هاي مصنع يعني تقريبا ثلث أو خمس من مدينة ماريوبول، يعني منطقة كبيرة جدا. فخلينا نستنى ومن يعيش يرى ماذا يحدث قريبا خلال الأيام القادمة. ولكن أنت ما الذي الحمد لله ستتوقعه؟ كيف ستنتهي هذه الحرب الدائرة في أوكرانيا؟ أنا لست هناك، كانت سيدة مشهورة سيدة فانغا بلغارية، الإمرأة التي كانت تنبه المستقبل. أنا اسمي يفهين، أنا لست أنا لا بانجا، أقول أنك لكن تتنبأ، ولكن أنا أقول أتحدث عن السيناريوهات السياسية اللي يعني ربما السيناريوهات تحدث. السياسية يعني مش بسيطة زي السيناريوهات العسكرية كمان. نحن في حاجة ماسة إلى أسلحة حديثة وأسلحة ثقيلة، والآن لدينا كل إمكانيات أن نحصل عليها. أما الروس فوفق للمراقبين العساكرة والعسكريين الموجودة هنا في أوكرانيا، الجيش الروسي إلى حد ما تعبان، إلى حد ما ضعيف. ولكن الجنود سيد والضباط يافين، الروس حتى لا الآن يريدون لو أن يمتلك الجيش الأوكراني الأسلحة المناسبة لإنهاء هذه الحرب، ولو يمتلك القدرات والتدريب الكافي لإنهاء هذه الحرب لفعل ذلك. وبالتالي ما أود أن أسألك عنه، خاصة بعد اتهام دول غربية بأنه هي تود إطالة أمد النزاع في أوكرانيا، وتحديدا كان في يعني اتهام تركي لدول الناتو بهذه المسألة، برأيك هل سيقدم الغرب كل المتطلبات الكافية لإنهاء هذا الصراع، أم أنه سيبقى يعني يقدم دعم ولكن ضمن حدود معينة؟ أنا أتذكر كلمات السيد وزير دفاع أمريكي اللي قال هاي كلمات خلال لقاء للوزراء الدفاع لأربعين دولة في قاعدة رامشتين في ألمانيا. قال السيد أوستين وزير دفاع أمريكي بأن نحن سوف نتغلب أو نغلب السماوات والأراضي من أجل مساعدة أوكرانيا في مسألة التسليح والسلاح. فنحن متفائلين جدا، لدينا سلاح، لدينا سلاح نحارب بها، ولكن نحن في حاجة ماسة إلى أسلحة حديثة من المفضل غربية، لأن الآن عشرات من الضباط والجنود الأوكران يدرسون ويتعلمون إزاي هم يشتغلون مع الأسلحة الغربية، لأن نحن متعودين على أسلحة من تصنيع الاتحاد السوفيتي والأسلحة من تصنيع أوكرانيا، ولكن أسلحة غربية هي شيء إلى حد ما جديد للجنود وضباط الأوكران. نشوف، نحن نتعلم بسرعة. طيب أوكرانيا اليوم ما الذي تريد تحقيقه؟ يعني هي هل فعلا ترفض التنازل تماما عن أي شبر من أراضيها، أم أنه يعني مرن بعض الشيء لتحقيق مكتسبات محدودة من أجل إنهاء إراقة الدماء وإنهاء هذه الحرب؟ للأسف الشديد الحرب دائما كارثة، يعني كارثة اقتصادية، كارثة إنسانية، كارثة معنوية. نحن ما بدأنا هاي الحرب، ونحن نتمنى أن ننهي الحرب،
ولكن لا نسمح لأي جار لأي دولة ما أن تحاربنا، أن تأخذ وتحتل أراضينا وتسرق، تسرقوا حتى حبوب الآن. هاي جيش نحن نسميها الجيش بربري للأسف الشديد، وهناك تأثير مباشر على فكرة على العالم العربي. لماذا؟ لأن أوكرانيا كانت تصدر سنويا ملايين الأطنان من قمح والشعير وذرة. صحيح، هذا معلوم، التداعيات اللي قد تطال يعني العالم أجمع وتحديدا الدول الفقيرة، لأنه يعني أوكرانيا من أهم الدول اللي تصدر المواد الغذائية. على كل حال، هل لدى أوكرانيا لازال نية للانضمام إلى حلف الناتو أو الانضمام إلى الاتحاد الأوروبي؟ إلى الاتحاد الأوروبي هناك رغبة شديدة أن ننضم إلى الاتحاد الأوروبي، ووفق للمعلومات الواردة هناك احتمالات مفتوحة حتى انضمام أوكرانيا إلى اتحاد أوروبي بصفة الدولة، يعني مش 100% ولكن دولة التي سوف تنضم 100% خلال السنوات القادمة، ونحن سنكون مرشح، يعني دولة مرشحة لانضمام لاتحاد أوروبي، وهي شيء عظيم. نعم. أما انضمام لحلف أطلسي من يرى يشوف، من يعيش يشوف، لأن الآن هناك تغلبات في أوروبا، شيء مستحيل، يعني منذ عدة أشهر أن واحد يستمع إلى رغبة سويدن وفنلندا انضمام إلى حلف أطلسي، وهي بسبب هجوم روسيا. فالآن نفكر فقط على استعدادنا وعلى دفاعنا، على دفاع من أراضينا. والخطوة الثانية إن شاء الله خلال أشهر القادمة، احتمال شهرين حتى، أن تكون أوكرانيا دولة مرشحة لإتحاد أوروبي، شيء مهم جدا. شكرا لك، كنت معي من كييف السيد يفهين ميكيتينكو، نائب وزير الخارجية الأوكراني وسفير فوق العادة سابقا، شكرا لك.